المعالي والمنازل على سكانها. الآن الحصيلة حصيلة الشهداء من الأطفال ما يقارب 300 طفل، وحصيلة القتلى من النساء ما يقارب 400 امرأة. أما الشهداء جامعة 1500 قتيل إلى حوالي 5000 جريح. هذه هي مملكة آل سعود. مملكة آل سعود هي سرطان خبيث في الجزيرة العربية، ويجب استئصاله ويجب مقاومته. لقد أساءوا معاملة اليمنيين، لقد أساءوا معاملة السوريين، لساءوا معاملة العراقيين. إنها دولة خبيثة، دولة تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها إسرائيل، ولهم لوبي صهيوني داخل المملكة. هل نعرف إحنا كعرب هذه المملكة التي ترسل فلوسها لتجيش العالم ضد الشعب اليمني؟ هذه المملكة سخرت مالها الخسيس والرغيض لأجل أن تشتري علماء الدين الذي ليس لهم دين. أشترت علماء الدين يفتون بقتل أبناء اليمن على جميع قنوات التلفزيونات، علماءهم يحرضون، وإن القتال واجب باليمن. نريد أن نعرف لماذا هذا العداء؟ لما هذا يا كرم الشيطان؟ أسخروا كل ممتلكاتهم. لا يخفاكم أيها الأخوة أنه السعودية ترسل الطائرات لتدعم تنظيم القاعدة.